السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة الثالثة مع مايكروسوفت ديزاينر. الكورس ده مقدم مجانا من مركز التطوير التكنولوجي وبرعاية مايكروسوفت تطور وغير مايكروسوفت ايزي تطور وغير. معاكم مروة معايز عن طريق مايكروسوفت تيمز، معاكم في المحاضرة الثالثة. والنهاردة المحاضرة الثالثة دي جبارة جدا، جبارة جدا ليه؟ لأكثر من سبب. أول سبب إن إحنا النهاردة هناخد تولز إزاي مش بتجنريت بقى بالإي آي، لأ ده انت ازاي هتعمل ايديت عن طريق ادوات الاي اي. يعني تيجي مثلا بيتصور صوره بتبقى الخلفيه مش قد كده، بعد ما تصور الصوره لا انا الخلفيه مش لايقه على الهدوم اللي هو لابسها، او الخلفيه مش عاجباه عايز يحط فيها حاجه ثانيه. فازاي بالاي اي نقدر نعدل الخلفيه دي بحيث ان احنا ما نبوظش خالص الصوره الاصليه. كمان هناخد من ادوات الاي اي ازاي لو عندي عنصر معين في صوره اقدر احذفه، لان في ساعات كتيره قوي بنلاقي الولاد يقول لك ايه، يقول لك بص الصوره اللي متصوره على البحر وحلوه جدا، بس في واحد ورايا واقف فانت شيله وعايز اشيله من الصوره. فاحكي لي عادي، طب ما احنا بنشيله، ما احنا لما بنيجي نشيله ايه اللي بيحصل؟ الصوره بتبوظ لان المكان ده بيبقى جاب او فاضي مكان. فالنهارده هتبقى تول المايكروسوفت ديزاينر اللي هنستخدمها، هنتكلم على تو فيتشرز اساسيين. اول حاجه هنتكلم على الايمج العاديه وازاي بنعدل فيها اللي هي جنريت جزء اي ار، وبعد كده ازاي نعدل صوره اوريدي موجوده عندي، يعني انا موجوده عندي على الموبايل انا متصورها، او موجوده انا متصورها صوره فوتوغرافيه ازاي اعدل فيها. اوكي، فخلينا بقى نبدا كده على طول، نتوكل على الله في المحاضره التالته. اول سؤال احنا سالناه قبل بقى نفتح بقى المايك بقى وقبل ما نبدا الريكوردنج، وكنت بسال ايه الفرق ما بين حاجتين، ايه الفرق ما بين الايمج والديزاين، ايه الفرق ما بين الايمج والديزاين. ودي حاجه مهمه جدا لازم تعرفها لو انت ناوي تشتغل في مجال الجرافيك. الشير مش باين يا حبايبي؟ في حد يا ولاد الشير عنده مش واضح؟ ادم بيقول الصوت الشير مش واضح. حد تاني يا ولاد عنده الشير مش واضح؟ ولا يهم المكاسب، ممكن بكل بساطة نقفل زيست فايل. اوكي ونرجع، واضح يا ميس؟ طيب عموما برضو عشان زمايلكم لو عندهم مشكلة فاحنا هنعمل ستوب شيرنج، نرجع نشيك تاني من اول وجديد. اوكي يلا بينا، يلا اتمنى كده تكون المشكلة اتحلت. واضح يا ميس، هاي ألف شكر. أهلا يا محمد، صباح الخير يا محمد، أخدت دي عليا يا محمد. طيب إيه الفرق ما بين الإيمج وما بين الديزاين؟ تمام يا آدم، إيه الفرق ما بين الإيمج وما بين الديزاين؟ الإيمج هي عبارة عن زي ما هي قالت كده بالظبط، هي عبارة عن أيتم واحد بلوكاية واحدة، يعني زي دي كده، زي الشكل اللي ظاهر قدامك ده على الشاشة. دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ايتم واحد بلوكية واحدة. اما بتبص له هي عبارة عن صورة فيها ولد بيقرا كتاب واقف في مكتبة، تمام؟ هي دي كده اسمها ايمج. يبقى الايمج هي عبارة عن ايتم واحد انت بتشوفه كيونت واحدة، يعني كوحدة واحدة، هي حاجة واحدة بس، هي صورة واحدة بس، تمام؟ ايه بقى الديزاين؟ لا ده بقى اسمه ديزاين، اللي احنا واقفين عليه ده اسمه ديزاين. خليني برضو اهايلايت عشان الناس تبقى عارفة أنا بقول إيه. اللي ده كده كله على بعضه اسمه ديزاين. يعني إيه بقى ديزاين؟ هتقولي يا ميس ما هو في صورة نفس الصورة بتاعت الولد. أه في صورة، في إيمج، وكمان في تكست اللي هو الكلام، ريدنج تاسكس إن ريدنج تيكس يو إن أدفنتشرز، دي تكست. وكمان في الشيب اللي هو المربع اللي ورا ده، بصوا كده لو أنا وقفت كده في الشيب ده المربع الأخضر ده. كمان الشيب ده لونه شفاف ولا فيه كولر؟ لا ده فيه كولر. يبقى انت عندك الايمج هي عباره عن ايتم واحد بتدركها كبلوكيه واحده زي ما هي قالت بالظبط. اما الديزاين لا، بيبقى فيه اكتر من ايتم، ممكن يكون فيه صوره، ممكن يكون فيه خلفيه، ممكن يكون فيه شيب، ممكن فيه كولر، ممكن يكون فيه ظل انت حاطيته، ممكن يكون فيه افكتس، فيه عناصر تانيه. يعني انا برضو ممكن اجي بكل بساطه وابدا احط مجموعه فيجوالز، يعني مجموعه اشكال، كل شكل من ده بيتم دمجه داخل الديزاين نفسه. فده في الاخر وفي الاول كله بقى البلوكيه دي كلها بقى ما بتبقاش ايه، ما بتبقاش حاجه اسمها اللي انا بشتغل على صوره، لا ده انا بشتغل على حاجه اسمها ايه، على حاجه اسمها ديزاين. يبقى ايه الفرق ما بين الايمج والديزاين؟
ان الايمج بدركها كبلوكه واحده، ايتم واحد، يونت واحده. اما الديزاين لا، بيبقى فيه، ممكن يكون فيه اكتر من ايمج. يعني انا ممكن احط في ده، احط فيه اكتر من ايمج، يكون فيه اكتر من صوره، ممكن يكون فيها اكتر من شكل، ممكن احط اكتر من تكست، اكتر من نص، وهكذا. الحاجات دي كلها هي اللي بتكون لي الديزاين اللي احنا عارفينه، تمام كده؟ فده الفرق الاساسي ما بين الصوره وما بين الديزاين. فانا لما اجي اقول لك انا عايزه تصميم عن حرب اكتوبر، فطبيعي جدا 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 اللي انت بتبقى عارف، طالما بقول ديزاين يبقى انا يكون عندي صوره، ممكن يكون فيها اشكال، ممكن يكون فيها تكست، وهكذا، تمام؟ احنا المره اللي فاتت لما بدانا نشتغل على الديزاينز وقلنا دي الصوره دي انا عملت لها جنريت بالاي اي، بعد كده بدات اضيف التكست، وقلت اما بقف على التكست كده، بص اما بعمل كليك على التكست بتبدا تظهر لي التولز الخاصه بالتكست ده، سواء كان بقى لما اغير لونه، اغير الفونت، اغير الحجم، اخليه بولد، اخليه ايتاليك، اخليه اندرلاين، اغير مكانه، اغير الاوباسيتي بتاعته. هاي يا صوفي، صباح الخير. صباح الخير يا عمر. فانا بقدر اعدل في التكست، وقلت التولز بتاعت التكست هي اللي بتظهر هنا فوق دي، لما بقف على التكست دي التولز بتاعت التكست. النهارده مني هنشتغل مع الايمجز نفسها، يعني اسفه، هنشتغل مع الايمج نفسها. فانا عشان اسهل عليكم الموضوع، فانا مش هعمل صوره جديده، انا هشتغل بنفس الصوره القديمه دي، عشان عايزاكم تكونوا مركزين قوي في الحته دي لانها مهمه جدا، تمام؟ انا دلوقتي عندي صوره عملت لها طبعا جنريت بالاي اي، صح؟ عادي جدا، احنا طبعا متعودين نستخدم المايكروسوفت ديزاينر عشان اعمل جنريت لصوره بالاي اي، تمام؟ وادي الصوره اهي قدامي، كويس؟ صوره بس، دي عباره عن صوره فقط اهي. بصوا حتى الصوره كبلوكيه واحده، لما بقف بالماوس بحركها، هي لما بختارها بلاقيها كلها على بعضها بتتحرك معايا، تمام؟ طيب دي دلوقتي صوره. انا الصوره دي ممكن اعدل فيها بايه؟ انا بمجرد ما باجي بعمل كليك على الصوره، بلاقي بتظهر لي فوق مجموعه من التولز، مجموعه من الادوات. الادوات دي طالما انت واقف على الصوره، يبقى الادوات دي هتعدل في ايه؟ في الصوره، كويس كده؟ طيب تعالوا في اول واحده، اول حاجه دي اسمها ايه؟ اول ايتم ده اسمه ايه؟ اسمه ريبليس. يعني ايه ريبليس؟ يعني استبدال، بستبدل حاجه بحاجه. فانا لو ضغطت على ريبليس هيقول لي طيب انت دلوقتي عايزه تعملي ريبليس الصوره دي من الايمج جالري ولا من ماي ميديا؟ ايه الفرق بين الايمج جاليري والماي ميديا؟ تعالوا كده نضغط على الايمج جاليري ونشوف هيفتح ايه. يبقى كلمه ريبليس هستبدل الصوره، هستبدلها بايه؟ لا اما من الجاليري لا اما من ماي ميديا. لو ضغطت على الايمج جاليري، دي عباره عن صور، الصور دي جايه منين؟ الصور دي حضراتكم جايه، هي موجوده اصلا على المايكروسوفت ديزاينر نفسه، يعني كلنا هنلاقي عندنا الصور دي. كلنا في اي حساب هتلاقي عند الصور دي، يبقى دي صور مايكروسوفت ديزاينر عمل لها اتاحه على البلاتفورم بتاعه عشان تقدر تستخدمها. بدل بقى انا تروح تفتح الجوجل وتقعد تعمل بحث، لا لا مفيش الكلام ده، انت من هنا على طول تقدر تجيب صوره من هنا. طب انا عايز صوره عن حاجه معينه، فانت عندك اهو المستطيل اللي تقدر تكتب فيه الحاجه اللي انت بتدور عليها. مثلا عايزه اكتب كلمه ريدنج او بوكس او لايبراري، ايا كانت الصوره ايه هي. والله مثلا انا عجباني الصوره دي افضل، فانا هضغط عليها مره واحده اهي. ايه اللي حصل؟ عمل لها ريبليس. عمل لها ايه؟ عمل الصوره دي ريبليس. طيب هتقول لي ريبليس، طب ما عادي، يعني ما انا كنت ممكن بكل بساطه، تمام، اروح اعمل ايه؟ اروح على الصوره دي اعمل لها دي، بعد كده اروح على ماي ميديا، اسف على الفيجوال، واروح على الجاليري وانزلها. فرقت ايه يعني؟ واضغط كده عليها، خلاص الصوره هتنزل معايا. ايه بقى الفرق بقى يا نيس اللي انت عملتيه؟ يعني ايه بقى اللي انت عملتيه؟ بص كده معايا، انا لما ضغطت على الصوره ونزلتها، نزلت باقي التكتشر او الباك جراوند دي هو مش متظبطه عليها، صح؟ يعني نزلت بحجم الصورة دي، صح؟ وهنا في فرق ما بينها وما بين الخلفية، فأنا هضطر أقف هنا وأعمل إيه بقى؟ أقعد أكبر عشان أخلي الصورة دي تملى الدنيا أهو، صح كده؟ حلو. لكن لما كنت بعمل ريبليس، يبقى أنا هنا لما بروح على الفيجوالز وانزل الصوره على طول، بعمل كام خطوه؟ بعمل خطوتين. اول خطوه بعملها اللي انا بروح افتح الفيجوال وبكتب الكلمه اللي بدور عليها وانزل الصوره،
وبعد ما الصورة تنزل بقعد أعدل في السايز بتاعها عشان يبقى على قد السلايد الباك جراوند اللي عندي دي. لكن لما باجي بضغط على ريبليس أحسن. أحسن في إيه؟ إن أنا بكل بساطة مجرد ما بضغط على ريبليس وبقول له أنا عايز أحط الصورة مكان دي، فهو بيوفق الصورة على نفس الحجم اللي في الخلفية. يبقى أنا الأريح لي إن أنا أعمل ريبليس. يبقى أول حاجة الريبليس هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن طول أنا بستخدمها عشان أستبدل الصورة الحالية بصورة تانية، وهو بالذكاء الصناعي هيوفق لي الصورة اللي أنا عملت لها ريبليس اللي أنا لسه هنزلها جديدة على حسب مواصفات الصورة اللي أوريدي موجودة قبل كده، عشان أنت ما تقعدش تشتغل مرتين. تمام كده؟ سهلة صح؟ ده كده الريبليس. طيب إيه بقى ريموف الباك جراوند؟ يعني إيه ريموف الباك جراوند؟ يعني هشيل الباك جراوند. هشيل باك جراوند البيضة دي يا ميس، اللي هي دي اللي هي تحت الصورة دي، اللي هي دي حدودها، بص لما بقف عليها اللي هي دي. يعني انا لو جيت كده عملت لها لون، مش عايزه النهارده، مكتفيه النهارده، مش عايزه اغير لون. مش برضو بس انت بعدش احنا بغلطانين، مش راضيه برضه، خصمانه هي النهارده. طيب يبقى انا ممكن اول حاجه اعمل ريبليس، ثاني حاجه ممكن اعملها، ممكن اعمل ريموف للباك جراوند. طب ايه هي بقى الباك جراوند اللي في الصوره؟ مش هقول لكم ايه هي الباك جراوند، تعالوا كده نستخدم التول دي ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، هضغط كده على، معلش خليني اعمل حركه، انا هاخد الصوره الاصليه اهي، هعمل منها كوبي عشان كل مره تشوفوا الاصل وتشوفوا الايه بعد التقسيم. تمام، انا هضغط اهو على ريموف باك جراوند، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لما هضغط على ريموف باك جراوند. كده مظبوط ولا ايه؟ انتوا شايفيني يا ولاد ولا مش الدنيا مش تمام؟ انا نسيت اسال، انا سالت على الصوت بس. طيب اهو زي ما انتوا شايفين كده ايه اللي حصل، شال الهيرو الاصلي، قصه وخلاني بس الهيرو الايه، وخلاني بس وشال الخلفيه، اسفه، هو قص الخلفيه من الهيرو الاصلي اللي في الصوره. ولو تلاحظوا اللي في ورا ناس، بس هو ما عملهمش، ما حطهمش ليه؟ تفتكروا ليه؟ ايه اللي خلاه قادر ان هو يعمل حاجه زي ده؟ اكيد الاي اي، الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي ده بيبقى حاجه اسمها كونتنت اوير. يعني ايه كونتنت اوير؟ يعني عنده ادراك للمحتوى، يعني بيقعد يقرا الصوره ويفهمها، فهو بيعرف ايه العنصر الرئيسي وايه العناصر التانية اللي بتعتبر عناصر اضافية او عناصر فرعية او يعني عناصر ملهاش لازمة. اعتقد كده الوضع افضل. طيب تمام كده نشوف، معلش عشان هم مش اساسيين في الصورة. اكسلنت يا احمد، عشان هم مش اساسيين في الصورة، وفعلا اللي بيقدر يفهمهم ايه اللي اساسي وايه اللي مش اساسي هو الذكاء الصناعي او الاي اي. كويس كده. طيب يبقى احنا كده بكل بساطة كل اللي عملناه اللي احنا ضغطنا مرة واحدة الصورة دي، وقفنا عليها وضغطنا مرة واحدة على ريموف باك جراوند، هو لوحده عمل لها ريموف الباك جراوند. ما انت ما قعدتش تقول له والله فين الباك جراوند وفين العنصر اللي انا عايزه، لا هو فهم لوحده وقص الصورة بالشكل ده. طبعا ممكن بقى تعمل بيها بقى اللي انت عايزه، يعني ممكن تكترهم بقى كتير، بقى تعمل كذا واحد الشخصية، تعمل بقى بي ستيكر، تعمل اللي انت عايزه. كويس. ايه كمان، انا هقف تاني. يبقى دي كده اكزامبل على ريموف الباك جراوند. طيب دي الصوره الاصليه، هاجي الاقي في حاجه اسمها كروب. يعني ايه كروب؟ لما بضغط عليها كده الاقي ان انا ممكن اقص من الصوره كده جزء. انا برضو ما اخدتش منها كوبي صح؟ انا هاخد منها كوبي الاول، ماشي، وهنعمل كروب اللي هو القص، وهبدا اتحرك كده. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا قصيت الصوره، اكني ماسكه مقص وقصيت الصوره. لكن ايه الفرق ما بينها وما بين الريموف باك جراوند؟ ان ريموف الباك جراوند بتقص الخلفيه كلها واي عناصر غير الاساسيه، بتستبعد اي حد تاني غير الهيرو. اما الكروب فانا بجيب الصوره بقصها من الجناب او من فوق ومن تحت حسب ما انا عايز. تمام كده. ففي فرق ما بين الريموف الباك جراوند وما بين الكروب، ما تنسوش ابدا الفرق ما بين الريموف الباك جراوند والاكسلنت. احمد بيقول بصوا يا جماعه الكروب والباك جراوند الفرق ما بينهم ايه؟ ان الكروب
ان سايب الخلفيه زي ما هي، اكسلنت يا احمد، اكسلنت ورك، ان انا بحافظ على الخلفيه زي ما هي، لكن انا قصيت الصوره كلها على بعضها، لكن في الريموف الباك جراوند انا قصيت الباك جراوند، حذفتها كانها مش موجوده. تمام. طيب في ايه كمان هنا؟ احنا لو وقفنا على التول دي، بالسوق التول دي كده هي مقفوله، لما بضغط عليها مره بيقول لي دي اسمها انرجي تول، والانرجي تول دي بصوا فيها كام حاجه. اول حاجه فيها جنريتيف اريز، ثانيه ولا ثانيه عشان ما تتلخبطوش، احنا خدنا الريبليس وخدنا ريموف الباك جراوند وخدنا الكروب، دول ثلاثه. الرابعه بلاقي فيها حاجه اسمها انرجي تول، لما بضغط عليها بيفتح لي سلايد مني، دي اسمها كده هعمل لكم عليها هايلايت، دي كده اسمها السلايد مني. يعني ايه سلايد مني؟ يعني قائمه كده جانبيه. تمام. القائمه الجانبيه دي فيها كام حاجه يقدر يعملها لي؟ ثلاث حاجات. فيها ثلاث حاجات ايه هم؟ بالراحه برضو كده، انا برضو هصور هاي مش عارفه ادخل محاضره، كل مره احاول ادخل فيها يقول انتهى الاتصال لم نتمكن من توصيلك بالاجتماع. طب بصي يا لوجي، انت اولا دلوقتي انت المفروض معانا في الميتنج. تمام. الحاجه الثانيه دي ممكن تكون عيب نت، فمعلش نحاول كامل فيه يعني نراستر الراوتر ونساين اوت وندخل تاني. تمام. انا استغرت بس الصور اللي احنا عملناها دي عشان يبقى في مكان للحاجات التانية. كويس، يلا بينا نقف كده على الايمج. يعني ايه جينيريتيف اريز؟ اسمها جينيريتيف اريز، هي اصلا الذكاء الصناعي بنقول في انواع للذكاء الصناعي حسب امكانياته وقدراته، ففي حاجه اسمها جينيريتيف اي اي. جينيريتيف اي اي تول دي يعني هي الادوات اللي بتقوم بتوليد او انتاج محتوى ما كانش موجود قبل كده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما بقول للذكاء الصناعي الف لي قصه، هو بيجيب قصه قبل كده موجوده ويستخدمها؟ لا، ده هو بيالف، فاللي بيالفه ده اللي هي القصه اللي هو الفها اصلا مش موجوده قبل كده، فعشان كده بقى عليه الذكاء الصناعي التوليدي جينيريتيف اي اي. فلما بقول جينيريتيف اريز يعني هي اداه بتقوم بعمليه ذكاء صناعي في عمليه الحذف، الاريز اللي هي الجومه. فتعالى كده انا لما بتحرك عندي، لما بضغط على جنريتيف اريز بيظهر لي هنا في تو اوبشن فوق، في حاجه اسمها الكويك سيلكت، في حاجه اسمها البراش سيلكت. الكويك سيلكت وحاجه اسمها البراش سيلكت. تمام. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اول حاجه الكويك سيلكت، تعالى كده عشان نفهم الكويك سيلكت خلينا نعمل سكيب. انا اللي عايزه اعمله دلوقتي عايزه اكبر الصوره دي عشان الموضوع يبقى متشاف. خلي بالكم يا اولاد ركزوا قوي مع الشاشه عشان كل حاجه النهارده بنعملها لازم تكونوا شايفينها كويس وعارفين اتعملت ازاي. يبقى انا ضغطت على، يبقى انا ايه اللي عملته؟ يبقى انا ايه اللي عملته دلوقتي؟ اللي انا وقفت على الصوره لقيت هنا رابع اداه اسمها ايمج تول. ماشي يا روجان نورتينا. يا ميسرة مش عارفة أدخل، بيقولي لا يمكنك التواصل. طب أنت دلوقتي معانا أوريدي على النت يا ميسرة، ممكن معلش يعني نقفل ونفتح تاني؟ مالك ميسا لسه داخلة أعمل إيه؟ ما تعملش حاجة، مالك خليكي قاعدة كده اتفرجي معانا. ماشي، إحنا عدى علينا تو تولز هنرجعكم تاني في آخر السيشن، خليكي بقى معانا. أنا دلوقتي أهو ضغطت على الإيميج، كويس كده؟ هلاقي خدنا الريبليس اللي انا استبدل صوره بصوره، وتعالى اقول لكم الريبليس تاني عشان احنا عملنا الجاليري ما عملناش ماي ميديا. لما بعمل صوره بضغط عليها مره وبضغط على ريبليس يعني استبدلها، استبدلها بحاجه من الاثنين، لا اما من الجاليري لا اما ماي ميديا. الجاليري هو عباره عن ايه؟ قلت دي صور، هنلاقينا كلنا عندنا نفس الصور دي، ودي صور اللي عاملها المايكروسوفت ديزاينر نفسه. تمام كده؟ فانا ممكن بدل ما اروح اعمل سيرش على البنج وانزل صوره، لا، طب ما انت بدل كده عادي مجرد ما بضغط على الصوره دي هو هيعمل لها ريبليس، وبيعمل لها ريبليس بايه؟ بنفس الحجم والمواصفات بتاعت الصوره اللي انت استبدلتها دي. يعني بصوا انا اول ما ضغطت على الصوره نزلت بنفس حجم الصوره اللي هي عملت لها ريبليس. تمام كده؟ طيب بعد الريبليس خدنا الجاليري، بعد كده في بقى الماي ميديا. الماي ميديا يعني ايه؟ يعني انا عايز اعمل ريبليس للصوره دي بصوره من عندي انا، واحنا خدنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت اللي انا ممكن ارفع صوره من على الجهاز اللي انا شغاله عليه
وممكن ارفع صوره من على الموبايل او من على الدرايف، وبعد ما برفعها ممكن ايه اعمل لها ايه ريبليسن، يعني ممكن هو افتحها اهو بعد ما عملت الابلود هقول له هي دي الصوره اللي انا عايزه اعمل لها ريبليس، مجرد ما هضغط مره واحده اهو حط الصوره اللي انا من عندي انا من على جهازي انا، هعمل لها هنا ريبليس على الصوره اللي كانت موجوده. تمام، يبقى دي كده الريبليس. بعد كده قلنا ريموف الباك جراوند، لما بضغط عليها مره واحده الذكاء الصناعي عنده القدره انه يفهم فين العنصر الاساسي وفين العناصر الفرعيه، فمجرد ما بضغط عليها مره واحده بس هو بيطلع الخلفيه خالص بيحذفها وبيتبقى عندي العنصر الرئيسي. تمام كده، ده كده ريموف الباك جراوند. بعد كده خدنا الكروب، وقلنا الكروب زي ما احمد قال ان الكروب اللي انا بعمل قص للصوره عن طريق اللي انا بضغط كده وبسحب اهو، بس بيحافظ لي على الباك جراوند، هو بس بيقصقص الصوره من الجنوب او من فوق ومن تحت بس كده. يبقى ده الفرق ما بين الكروب وما بين الريموف الباك جراوند. تمام، احنا كده يا ملوكه احنا كده رجعنا على اللي احنا خدناه النهارده. كويس، خليكي بقى في الحته دي، عشان الحته دي جباره جدا جدا جدا. انا دلوقتي بقول خلينا نزوم شويه، خلينا توفيت خلينا ضحكنا عليه وخليناها 50. بصوا كده اهي الصوره بتاعتي. كويس، مجرد ما هضغط عليها احنا خدنا الريبليس وخدنا ريموف الباك جراوند وخدنا الكروب. انا دلوقتي الطول الرابع دي لما بضغط عليها بلاقي بتفتح لي السلايد مني اللي في الجنب ده، في كام اوبشن، في 3 اوبشن، ومكتوب عليهم من فوق كده AI tools. AI tools تمام كده. اول حاجه جنريتيف اريز. يعني ايه جنريتيف اريز؟ اريز يعني جومه بتمسح. كويس كده، حلو قوي. طيب الجومه دي جنريتيف، يعني ايه جنريتيف؟ يعني ذكيه تشتغل بالاي اي. تعالوا نشوف يعني انا دلوقتي هضغط عليها، لما بضغط عليها عيني على الناحيه دي هنا هلاقي فوق ظهر لي 2 اوبشن، الكويك سيلكت والبراش سيلكت. يبقى كمان مره انا ضغطت على الصوره واخترت ايمج تولز، قام ظهر لي 3 اوبشن، جنريتيف اريز وريموف باك جراوند وبليس باك جراوند. اول واحده جنريتيف اريز لما بضغط عليها ظهر لي 2 اوبشن، كويك سيلكت وبراش سيلكت. بصوا كده بالراحه انا دلوقتي واقفه على مين، مين اللي متاكده؟ كويك سيلكت. بصوا كده اما هدخل بالماوس جوه الصوره بالراحه كده اهو، انا دلوقتي واقفه على الايه، هو دلوقتي عامل تحديد للايه، الكتاب صح. طيب لو انا وقفت هنا هو اوتوماتيك بيحدد العنصر كله، هو حدد شعرها. طيب لو انا جيت وقفت هنا حدد ايه، الخدودية الصغيرة دي. طب تعالوا كده لو ضغطت ضغطة على التول دي، يبقى انا كده وقفت على الخدودية ضغطت عليها ضغطة، مجرد ما ضغطت عليها ضغطة طلع لي اوبشن جديد اسمه ايه، اريز اوبجكت. يعني ايه اريز اوبجكت؟ يعني امسح العنصر ده. تعالوا كده نعمل له اريز ونشوف ايه اللي هيحصل. يبقى انا ضغطت على جنريتيف اريز، بعد كده كويك سيلكت، بعد كده قلت له اريز اوبجكت يعني امسح العنصر ده وفرقها من مكانها. شكرا جدا، انا دخلت. ماشي، نورتيني يا لولو. احنا خلي بالكم جنريتيف اريز يا اولاد بتاخد وقت طويل، في ساعات اصلا يرجع يقول لك دي فيلم عادي جدا. على فكره المايكروسوفت ديزاينر لما كنت، انتوا رابعه مجموعه اشرحوا، لما كنت بشرحه في المجموعه الاولى والثانيه والثالثه كانوا كان الشكل الشاشه الافتتاحيه بتاعت المايكروسوفت ديزاينر مختلفه تماما، كان فيها 4 طول بس، الايمج والديزاين والبراند وحاجه رابعه صراحه مش فاكرها ايه، وايه تاني مش فاكره تصدقوا. لكن دلوقتي بقت الشاشه الافتتاحيه حاطه لكم فيها كل التولز بقى مع بعض. بصوا هو مسح الخدوديه من هنا، بصوا الصورة دي مش باينة أوي، تيجوا ناخد صورة تانية تكون الكواليتي بتاعتها حلوة. على فكرة خلي بالكوا وانتوا بتطبقوا، ما دي كده ريموف الباك جراوند ودي كده الكروب. خلي بالكوا وانتوا بتطبقوا يا ولاد اختاروا دايما صورة الكواليتي بتاعتها عالية. ليه؟ لأن هو ذكاء صناعي بس يعني هو مش هيعمل لكم البدع، يعني ما تبقاش الصورة الكواليتي بتاعتها وحشة خالص وانت عايز
الصورة دي برضو مش عاجباني. بصوا أنا عايزة الصورة يكون في هدف إن أنا أعمل فيها ريموف لأيتم أو كده، ده اللي أنا عايزاه. ممكن ندور مثلا، بصوا أكتر صور بيبقى محتاجة تعديل صور الحفلات. دايما تلاقي حد يقول لك إيه، أنا الصورة دي مش عاجباني، دي صورة عيد ميلادي أو دي صورة خطوبة والصورة دي مش عاجباني، أنا عايزة أعمل حاجة تانية. فخلينا ناخد صورة قوية عشان لما نعمل التعديلات عليها تبقى حاجة كده ايه ما حصلتش. نختار دي، أطلع الصورة، هروح على الإيمج تول، هروح على جنريت الإيريز، هروح على الكويك سيلكت. تمام، أجي الكويك سيلكت. أنا دلوقتي واقفة على إيه؟ على الست صح؟ هضغط عليها مرة بعد كده أقول له إيريز أوبجكت. هيقعد وقت شوية يحمل. هيا it takes a long time because it processes the background of the removed object and start to remove it. صح، هو بيعمل كده فعلا بالظبط. هي كلامك صحيح. هيا بتقول ايه؟ بتقول هو بياخد وقت طويل عشان بيحتاج يعالج الباك جراوند ويشيل منها العنصر ده، وبعد كده يعمل جنريت تاني للصورة من أول وجديد. هو فعلا عشان كده بياخد وقت طويل ده. يلا بينا. ايه رأيكم؟ حد يقول ان الصورة دي حاسس منها حاجة؟ عايز جدا تشوفوا القديم. تعالوا اوريكم الصورة القديمة، عشان كده بحب دايما احط كل من الصورتين. ده كمان مرة أهي الصورة الأصلية أهي، دي الأصل ودي الصورة. ضغطت على الصورة generative erase، رحت للكويك سيلكت ووقفت. أنا مجرد ما بتك على عنصر هو بيفهم، هو بيلم لي العنصر ده على بعضه. تمام، بعد كده قلت له erase object، هيقعد يحمل شوية وبعدين يبدأ يجنريت الصورة من غير العنصر ده، ويملى مكان الصورة بإيه بقى؟ بيملى مكان الصورة بالعناصر اللي موجودة في الخلفية، فمش بيسيبها لك كده فاضية بقى الصورة بقى في حتة منها مقصوصة كده، لا ده هو بيظبطها. هو بيقول لي أحمد، بيقول لي هي كويسة بس الإضاءة محتاجة تتعدل شوية. بصوا أكيد أكيد، ما أنت الناس عمر بتقول لي الظل لسه موجود، هوريكم دلوقتي الطول الثانية احنا هنحسن ده لسه. احنا كده بنقول ايه يا هادي، يعني بسم الله كده الرحمن الرحيم، احنا دي كده اول خطوة، لسه في خطوات تانية. تمام كده، انا دلوقتي بقى عندي الصورة، هعمل لها سيف. بصوا علامة الصح دي لما بتضغط عليها عشان يبقي لك الصورة زي ما هي. الشير فصل يا ولاد. ويلكم باك، كده رجعت معانا. بصوا يا حلوين، انا دلوقتي بالنسبه لي لو انا حطيت الصورتين كده جنب بعض وانا كنت محتاجه اشيل العنصر ده، فخلاص انا شلته والدنيا تمام، وما كانش محتاج مني اي مهارات فظيعه عشان اعمل التعديل ده. تمام، طيب لو انا رجعت تاني للصوره دي كويس، والمرة دي هختار جنريتيف اريز وضغطت على البراش سيلكت. البراش سيلكت أول حاجة مجرد ما تضغط عليها بيقول لك أنت عايز بلس وماينس. إيه البلس والماينس دي؟ لو أنا وقفت كده بالماوس شايفين البراش دي ليها سمك،
لو انا صغرته كده اهو يبقى رفيع كده. ايه الهدف بقى من البراش دي؟ الهدف من البراش دي اللي انت بقى زي ما مين قال، زي ما عمر قال، قال لك الظل بتاعها لسه موجود. فانت لو انت ما عرفتش، لو حاسين ان الكويك سيلكت مش شغاله معاك ومش مش بتعمل سيلكت للعنصر صح، فهو بيديك اوبشن اللي انت ممكن تسيلكت بالبرش. يعني مثلا بفرض ان انا ما كنتش عايزه الليدي كلها تتحذف، بفرض ان انا عايزه الجزء ده بس هو اللي يتحذف اهو، فانا مجرد ما بقف عليه اهو شايفين اتحدد اهو مكانه نقطة، يبقى هي النقطة دي اللي هعمل لها اريز. يبقى كمان مرة، ايه الفرق ما بين الكويك سيلكت وما بين البراش سيلكت؟ ان الكويك سيلكت لما انا بقف مثلا على المج الصورة، هو بيحدد المج كله وبيحذفه. طب بفرض لا، ده انا عايز المج زي ما هو، بس في كلمة على المج انا اللي مش عايزها تبان. ففي الحالة دي الكويك سيلكت مش هينفع، فاعطاك اوبشن مين؟ البروس سيلكت. يبقى البروس سيلكت بتنفع لما انا بحب احدد جزء من اوبجكت، جزء من اوبجكت، لكن الكويك سيلكت هو بيحدد لي الاوبجكت كله على بعض. يعني بالكويك سيلكت بيحدد الست كلها على بعض، اما بالبرش انا ممكن احدد جزء من الست دي اللي قاعده وهو اللي يعمل له ايه؟ يعمل له ايه؟ وفي الحالتين هو بيستخدم الاي اي عشان يعمل حاجه اسمها كونتنت اوير، يفهم المحتوى او بصه. عشان هنا كانت لابسه تقريبا ساعه او حاجه في كاتبينها في الصوره، هو حذف بس الجزئيه دي. يبقى ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق يا حلوين ما بين الاثنين تاني، ان الكويكس انا عايزه اروح اجيب لكم تاني الصوره الاصل اهي. ايه الفرق تاني ما بين الصورتين يا حلوين؟ ان انا في حاله الكويت سيلكت، يعني لما بقف على الصوره وبضغط على جنريتيف ريز الكويت سيلكت، بص لما بقف هو محدد الاوبجكت ده كله على بعضه. طب انا لا، ده انا عايز امسح حاجه معينه من الصوره نفسها، لكن في البراش سيلكت بيديني بقى اوبشن ان انا ممكن امسح جزء معين من الصوره نفسها. تمام كده؟ متهيألي واضحة. إيه يا آدم اللي قفل ومش عايز مش عارف تفتحه؟ مايكروسوفت ديزاينر. أهلا يا أمينة، إزيك يا إيه؟ مفيش مشكلة يا آدم، إحنا متعودين يا جماعة، إحنا كل مرة بنقول، كل مرة بنقول إن يا جماعة المايكروسوفت ديزاينر كل مرة شغال عليه تحديثات، فلو سمحتوا لما تلاقيه مرة عمل كراش أو حاجة، فكلاش أو حاجة، فابدأ افتحه واقفله كمان مرة. تمام؟ لو دلوقتي مش شغال استنى عليه شوية وبعدين شغل. كويس؟ تعالوا بقى نرجع تاني كده نحذف الصور دي، نرجع تاني للصورة الأصلية. بصوا أنا ممكن برضه أوريكم حاجة، يعني أنا ممكن الكويك سيلكت لو أنا وقفت هنا مثلا هيحذف لي التورتاية كلها، هحذفها كلها، لكن البراش سيلكت لو انا اخترتها انا ممكن امسح بس الايس الكريشن دي، الايتم دي بس امسحها هي بس، لكن في الكويك سيلكت انا مضطر امسح التورته كلها على بعضها. تمام؟ طيب يا ادم استنى شويه، يا ادم تاني يا ادم، بص يا حبيبي استنى شوية وخلي بالك، لو انت شغال دلوقتي مايكروسوفت تيمز مع المايكروسوفت ديزاينر من الموبايل، ممكن تكون الرامة بتاعت الموبايل هي اللي مش مستوعبة الاتنين في نفس الوقت. تمام؟ لو انت لا شغال من ده من حاجة وده من حاجة، فممكن بس ان انت هتقفل المايكروسوفت ديزاينر وبعد كده اشتغل عليه كمان شوية، كمان ربع ساعة، كمان نص ساعة، الدنيا ظبطت معاك. تمام؟ بصوا بعد ما بخلص ما تنسوش تعملوا ايه؟ لوكس جود عشان يفضل محافظ على التعديل اهو. بص الصوره هو حذف لي الايتم اللي كانت هنا. كويس كده؟ طيب ريموف باك جراوند، هتلاقي تقول لي ايه ده يا مستر، ما هو كان في ريموف باك جراوند من هنا، ما هو كمان بيديك اوبشن جوه الايمج تول اللي انت ممكن تضغط على ريموف باك جراوند، وتعالى نشوف ريموف باك جراوند هنا، اهي بتشيل لي الباك جراوند زي ما انت شايفين. انا كان عندي في الصوره عنصرين اساسيين، الولد والايد اللي شايله التورتاية. طب لو انا عايز اشيل الولد،
مش يا ادم، انا قلت لك يا ادم، انا قلت لك يا ادم اصبر عليه شويه وبعدين ادخل كمان ربع ساعه. طب لو انا عايزه اشيل الولد، عايزه يا ميس، ما انت قلت لنا جنريتيف ايريز، لو هو انا شايفه ان انا عندي عنصرين اساسيين وهو ما حذفهمش، فهعمل ريموف للباك جراوند، بعد كده ادخل اعمل كويك سيلكت، احدد الولد ده وايه، واقول له ايريز، هيتبقى راسه مش عارف احذفها، فهعمل ايه، هقوم راجعه تاني برضو محددها تاني وبعدين احذفها وهكذا. فالموضوع انك طول ما انت شغال، خلي بالك بقى من حاجه، طول ما انا شغاله مع انها نفس الايمج بشتغل فيها، فانا الدريب بتاعتي عماله ايه، عماله تقل. تمام. طيب بعد كده هنيجي للبيور باك جراوند. ايه البيور باك جراوند؟ بيور باك جراوند بقى زي لازم وحتما ولا بد تشوفوا صورتين جنب بعض، عشان الدنيا بتبص يا ادم. لو انت معايا بص، انا ظاهره عندي الصوره الثانيه ازاي، يعني اخدت وقت على ما احمل، فده طبيعي جدا، طبيعي جدا. انت بتشتغل اونلاين، بتشتغل اونلاين، فالنت قوه النت بتبقى مؤثره، وكمان بتشتغل بالاي اي في حياتي يعني دقيقه جدا، فده بيخلي كل ده بيأثر على السرعه بتاعت البلاتفورم. تمام. طيب انا دلوقتي لو ضغطت على كلير باك جراوند، ايه اللي بيحصل؟ بص قال لي ايه، ريكويست فيلد، خلاص هو قفل على كده، كفايه قوي عليكم يا جماعه كده، انتوا بقالكم ياما قاعدين شغالين، احنا مش هنعمل له حاجه، هنقول له يا سيدي ماشي شكرا، هرجع اديك صوره تانيه. فالموضوع بسيط خالص يا ادم، لما حاجه تهنك معاك بتصبر عليه شويه الدنيا تشتغل، لان الفكره ان هو اصلا دلوقتي بيتم عليه تعديلات. مش انتوا فاكرين يا اولاد لما انا كنت بكتب هنا مايكروسوفت ديزاينر كده، على البروجكت انا هجيب صوره انا كريتها من قبل كده، عشان الكريدت دي لو خلصت هندخل على الجنريتد ايمج. عايز اجيب صوره كده يعني تكون حلوه. طيب خلينا ناخد دي، انا شايفه ان هي حلوه. ايه ده، اهو بصوا كده الصوره دي اللي معايا، انا عايزه اجرب فيها البلير باك جراوند. تمام، اهو هقف على الصوره. بصوا يا اولاد اهو، بص بقى يا ادم معايا الحته دي كويس قوي، بصوا كده معايا ايه اللي مكتوب فوق كده، مكتوب ايه؟ You are in our early access experience، يعني انت من الناس اللي بتبدأ عملية دخول على experience، يعني خبرة جديدة for AI editing. يعني ايه في الـ AI editing؟ يعني دي الحاجات دي لسه ما نزلتش السوق بشكل، يعني دي بنقول عليها نسخة بيتا. يعني ايه نسخة بيتا؟ يعني دي لسه تحت التدريب، احنا لسه ما طبقناهاش، احنا لسه بنشوف عيوبها مزاياها ايه. وبيبقى عامل لك كده جنبها، لو بصيت جنبها بيقول لك open in stable version، يعني افتح على النسخة بقى القديمة اللي لسه التغيرات دي ما حصلتش فيها. فانا بفتح عليها ليه؟ بص لما باجي هنا اتحرك بالماوس، هو لوحده بيقعد يحدد لي العناصر اللي انا اعدل فيها. يعني هو هيخليك مش بس تعمل كروب للصوره كلها، ده انت ممكن تعمل كروب لعنصر جوه صوره. بس طبعا ده عشان تقعد تشتغل عليه دلوقتي وانا معاكم كده لايف، هيبقى الموضوع صعب جدا. ليه؟ لانه بيحتاج، بيبقى بطيء وبيبقى التحميل بتاعه صعب. فخلينا دايما نختار الاوبشن اللي فوق ده اللي هو مكتوب عليه ايه؟ open in stable version، open in stable version. تمام؟ هما بقى المجموعة الخامسة اللي اخترتهم هما هياخدوا ان شاء الله بإذن الله بقى ايه الفيرجن الجديد، وبيحضروا معانا المحاضرات برضه عشان يتعلموا الحاجات الجديدة. تمام، انا دلوقتي هفتح الايمج عشان عايزة اجرب البلير باك جراوند. تمام، ادي الصورة اهي، دي الاصل، هاخد منها كوبي اهي، بقى عندي صورتين، هعدل على دي، هروح هضغط مرة على البلير باك جراوند، هتبدأ اهي تحمل زي ما انتم شايفين. ايه الفرق بين الصوره دي والصوره دي؟ خلالي الخلفيه هنا تكون بلور. تمام، اقرب لكم الشاشه، متهيألي واضحه يعني مش محتاجه حاجه.
بصوا كده هنا على الكواليتي بتاعت الكتب هنا. كل ده بصوا كده الكواليتي بتاعت الكتب هنا والكواليتي بتاعت الكتب هنا. طبعا هنا خلاها صورة ضبابية وبقى التركيز على العنصر الرئيسي بس، هو ما عملش قص، ما عملش كروب، ولا عمل ريموف للباك جراوند، هو حدد الباك جراوند فين وخلاها بلور. يعني ايه بلور؟ يعني ضبابية، عشان اللي يبص يبقى مركز على العنصر الرئيسي. هتقول لي يا ميس هو احنا امتى نعمل ده؟ يعني امتى اعمل كروب وامتى اعمل ريموف باك جراوند وامتى اعمل بلور للباك جراوند؟ والله بص انت على حسب فكرك في الديزاين ايه. عشان كده بقول دايما لاي حد، حتى الناس اللي بتشتغل بفوتوشوب والستريتور، ايا كان تول الجرافيك ايه، تول الجراف إيه؟ يعني الجرافيك تول اللي انت بتستخدمها مهما كانت بروفيشنال مش هتديك نتيجه كويسه لو انت من الاول مش محدد انت عايز تعمل تصميم فكرته ايه. يعني قبل ما تقعد تستخدم الجهاز، انا عايز اعمل تصميم ولا صوره ولا عايز اعمل لوجو؟ طب انا عايز اعمل تصميم، طب التصميم ده موضوعه ايه؟ عن حرب اكتوبر. ايوه حرب اكتوبر دي فيها يعني ليها برسبكتيفز او جوانب كتيره قوي. عايز تركز على الشهداء ولا عايز تركز على لقطه رفع العلم، ولا انت عايز تركز على الاحتفالات بالانتصارات، ولا انت عايز تركز على صوره بتعبر عن مصر ومدى قوتها، ولا انت عايز تعبر عن ايه بالظبط؟ فدايما وانت بتشتغل قبل ما تبدا تشتغل ما تاخدش الموضوع بالنظره العامه. يعني مثلا حاجه اقول لك ايه، احنا عايزين نعمل تصميم عن القراءه. ايوه عايزين تشجعوا الناس على القراءه، ولا مثلا عايزين تحسسونا ان الكتاب ده بياخدك في ادفنشر، فانا ممكن اخلي الكتاب ده ولدك انه واقف على بساط الريح وعالم سحري حواليه، فانا بحسسك ان القراءه دي بتوديك عوالم جديده وانت في مكانك، ولا انت عايز تركز على القراءه احنا نروح نزور المكتبة بتاعة المدرسة، فأنا هحط صورة الولد ده اللي شايل كتاب جوه المكتبة وهكذا. فأنت لازم من الأول تكون محدد هتعمل إيه. البلور بقى بالذات، البلور الباك جراوند دي بستخدمها إمتى؟ بستخدمها في حالتين. أول حالة لو أنا حسيت إن الصورة كلها حلوة جدا بس فيها عناصر كتيرة قوي، فبتخلي العين ما بتدركش أنا عايز أركز على إيه. يعني أنا ممكن مثلا أكون عاملة تصميم عن انتصارات أكتوبر، بس عايزه اللي يبص في الصوره يكون مركز مع الجندي اللي رافع العلم ده، فانا هخلي الخلفيه كلها بلير واركز على الصوره دي. تمام كده؟ طيب امتى اعمل كروب للصوره؟ بتعمل كروب للصوره لو في عناصر بالخلفيه انت مش عايزها اصلا تبقى موجوده. طب امتى بعمل اريز اوبجكت؟ لو انت حسيت ان في عنصر انت مش محتاجه يظهر في الصوره، لكن كل الايتم اللي في الصوره بالخلفيه بحجم الصوره مناسب ليه، فانت في الحاله دي بتعمل ايه؟ بتعمل اريز اوبجكت. تمام كده؟ فانت كل مره التولز دي كلها مش مطلوب منك تستخدمها قد ما مطلوب منك تستخدمها عشان توصل لتصميم جيد. يعني ايه تصميم جيد؟ التصميم الجيد مش بس الوان، التصميم الجيد الفكره بتاعته واضحه. انا اول ما ابص على حاجه اعرف التصميم ده بيتكلم عن ايه، من غير ما ابص للكتابه، من غير ما ابص للكتابه اللي مكتوبه عليه. اول ما ابص على التصميم ما اقولش ايه اللخبطه دي، ايه ده صورة كرسي وترابيزة وبيانو وجيتار وخلفية وصورة. لا لازم الديزاين مش بس الوان، لازم الديزاين اكون مهتم فيه ان هو بيوصل الفكرة اللي انا عايزها. تمام يا عمر، ان انت مش بتعرف ترجع للنسخة القديمة فدي بتكون بسبب الرام عندك مش مستحملة انك تسيب النسخة القديمة. تمام كده؟ طيب احنا كده بالنسبه للتول، احنا كده خدنا التول وخدنا هنا الجنريتيف اريز والموف الباك جراوند واخدنا البلور الباك جراوند. تمام كده؟ ده من الايمج تولز. هل في حاجه تانيه في السلايد كان؟ اه ممكن السلايد المنيو سلايدر دي الجانبيه، انتوا شيلوا واقف عندكم. طيب انا هوقف الشير وارجع تاني. الحاجات اللي احنا بنعملها النهارده دي يا اولاد تاني بتحتاج بتاخد وقت وبتهلك، مش بتهلك، بتبقى محتاجه تكون الرامه شويه عاليه عشان يقدر يكمل معايا. يعني دلوقتي هو الشير مفتوح فتح الشير كده وراح عندكم يا حبيبي. اه تمام. بصوا كده بينا، لو انا وقفت على الصوره دي كمان انا عندي اوبشن هحذف بقى الصوره دي عشان ما يبقاش ايه
في حاجات كتير. انا هرجع تاني الصورة اللطيفة الظريفة دي كده. بصي حلوين، انا دلوقتي عندي الصورة اللطيفة دي، انا بقى عاملين نشغل يعني نكمل شغل عليها اهي. كويس. طيب الصورة دي انا لو رحت على التاني الايمج تول، احنا خلاص جربنا الثري تولز دي، لو نزلته على المسطرة اللي بالجنب دي كده تحت شوية، هتلاقي في ايه كمان؟ في حاجة اسمها فلتر، وفي حاجة اسمها ادجست، في حاجة اسمها فلتر وفي حاجة اسمها ادجست. تمام. الفلتر ده زي الفلاتر، مجرد ما تضغط على الفلتر فيبدأ يتطبق على الصورة، يغير لك بقى في الالوان شوية، او انت شفت الصورة اللي لونها عمل ازاي، بضغط على الفلتر اللي جنبه يعدل في الصورة بالالوان الجديدة، ممكن افتح واغمق شوية في الانتنسيتي زي ما انا عايز. فالفلتر عادي سهلة، بعد ما باخد الصورة بقدر اعدل عليها في الفلتر. تمام. اهو كل فلتر بيبقى قدامك، انا مجرد ما بضغط على الفلتر بيتطبق. ومش بس كده، ده كمان ده هو بيقول لك ايه، في هنا لو انت بصيت هتلاقي مكتوب عليها ريكومندد. يعني ايه ريكومندد؟ يعني هو بالذكاء الصناعي شايف ان الفلتر ده انا برشحك ان انت تستخدمه على الصورة دي. في كمان شو اول اللي فوق دي اللي جنب كلمة فلتر، لو ضغطت عليها هلاقي بقى فلاتر تانية كتيرة قوي، ممكن برضو بستخدم اي واحد انا عايز استخدمه. تمام. طيب يا عمر، بص يا عمر تاني هقول لك، لما الدنيا بتقفل معانا خالص بقول للناس دايما يعملوا ايه، اقفل دلوقتي المايكروسوفت ديزاينر، ما تشتغلش عليه دلوقتي، تابع معايا المحاضرة وبعد المحاضرة جرب تاني. تمام كده، يبقى انا عندي الفلترز ممكن استخدمها. طيب ايه بقى الادجاست اللي هي تحت دي؟ الادجاست اللي تحت دي بقى بتخليك تتحكم في كذا عنصر. فعندك مثلا البرايتنس اللي هو اللمعان، فممكن تقلله او تزوده. طبعا انت بص، انت بتقلل وبتزود وعينك على الصوره، اللون اللي انت عايزه تبدا ايه، الادجاست اللي انت شايفه مناسب للصوره هي اللي تقدر ايه تبدا تستخدمها. تمام. نفس الكلام الساتوريشن اللي هو درجه التشبع، درجه تشبع اللون، يعني لون يبقى اورنج قوي، ازرق قوي، متشبع قوي باللون الازرق. تمبريتشر دي درجة الحرارة، تحس شوية ان هو بيديك الاوبشن ان انت تبقى اكن الصورة دي يعني على الليل كده ولا على النهار، فنزود اللون الاصفر فيها. الشاربنس دي الحدة بتاعت اللون، ودي بتخلي شوية الصورة، بحيث ان هي يعني بتخلي الصورة ايه، كل عنصر كده متخرج بلونه، فانت بتفضل تعدل فيهم لحد ما تجيب الدرجة اللي انت او الادجاست اللي انت مناسب ليه. تمام كده. طيب في ايه كمان تاني؟ في كمان حاجة اسمها كويك سيلكت. الكويك سيلكت دي بقى قوية جدا. في تول اسمها كويك سيلكت. الكويك سيلكت دي لما بضغط عليها بيديك اوبشن اللي انت برضو تختار عنصر، بس احنا في الجنريتيف اريز كنا بنختار عنصر منه ايه؟ اريز، يعني نختار عنصر عشان نمسحه. هنا بقى التول دي جبارة، انا ممكن اختار عنصر بالكويك سيلكت واقول له اعمل له دبليكيت. يعني ايه دوبليكيت؟ يعني خليه كام واحد؟ خليه اثنين. يعني انا مثلا اقف هنا على الكرسي ده واقول له دوبليكيت، اهو بقى عندي ايه كمان كرسي، ممكن مثلا اضيفه هنا. طب ده معلش مقصوص، مش هيبقى شكله لطيف. عارفين انهي صورة بتبقى حلوة؟ الصورة بقى اللي بتبقى حلوة بجد، يعني اللي هي انزل على الفيجوال فوتو، ممكن مثلا بيرسي انا بقى بحاول اجيب صورة. بص انا هسوي نفس الصورة اللي استخدمتها في محاضرة قبل كده، بس صراحة هي كانت اوقع صورة. يعني دي ايه، دي كانت يعني انا دايما بحب اللوجيك في الديزاين، يعني ما اجيبش مثلا
حاجه واقول لك انا عايزه امسح الولد ده، ما الولد ده اصلا عنصر رئيسي، انا امسحه ليه؟ تمام، فلازم حاجه تبقى لوجيك عشان انت تستوعب احنا بنعمل ليه. ادي كويت سيلكت اهي، تول كويت سيلكت انا هضغط عليها مره. كويت سيلكت دي يعني بتحدد بشكل سريع عن طريق برضو الاي اي، هو بيدرك فين العنصر ده كله على بعض، انا جاست بضغط عليه مره هو بيفهم ان انت العنصر على بعض عامل ازاي. تمام كده، ادي ضغطت على كويك سيلكت، هنكتب شويه. طيب هو مش دلوقتي، او بص يا احمد وعمر، بصوا معايا انا مثلا هو بشتغل على الكويكس اللي اتقال لي معلش انا مش هحدده دلوقتي، ودلوقتي هو اشتغل فعادي، الموضوع عادي ما فيهوش اي مشكله، بفرض ان ده الشكل ده هو اللي عاجبني كويس، الترتور ده للولد لابسه هو اللي شكله عاجبني، وعايزه الجد كمان يبقى شايل لابس نفس الترتور ده، فانا هضغط عليه مره وهعمل دوبليكيت اوبجكت، هو هيعمل له ايه؟ هيعمل له نسخه تانية، فهرفع خدها واحطها فين؟ هنا، واصغر شويه واعمل لها كده روتيت شويه وابدا احطها هنا اهو. يبقى انا كده عملت ايه؟ دوبليكيت اوبجكت، بلاش التورتايه دي صغيره قوي، فانا هعمل كويك سيلكت، هعمل حدد التورتايه دي تمام، هعمل لها دوبليكيت اوبجكت، تمام انا كده بقى معايا لير من التورتاية صح. بعد كده هروح تاني، هو اهو عمل لي دي، انا بقى عايزه دي الشموع، هقوم رايحه تاني على الكويك سيلكت واختار الكانفاس دي مع الشموع، اتاكد وانت بتختار ان انا واقفه على الصوره اللي انا عايزه اعمل منها الكويك سيلكت، ها بالذات لو انت شغال باكتر من عامل دبليكيت، ماشي هجيب بقى ايه، هجيب الصورة بتاعت الطبقة التانية من التكوية احطها هنا كويس، وارجع احط الشمعة هنا اهو. ايه رأيك؟ يبقى انا ممكن استخدم كمان حاجه اسمها كويك سيلكت. كويك سيلكت دي بتخليك تعمل ايه؟ بتخليك تحدد عنصر معين في الصوره، بفرض مثلا اي دي كوبايه واحده، انا عايزه الثلاث كوبايات عشان هم 3 اشخاص، فهقف عليها وهضغط دوبليكيت اوبجكت اهو عملها، فهبدا اخدها هنا واحطها هنا. طب يا ميس انا كل شويه بقى احاول اعمل بقى اروح اضغط عليها واعمل، لا انا ممكن اعمل حاجه تانية، هقطع الصورة واضغط على كويك سيلكت واختار الكوباية، المرة دي بقى مش هقول له دوبليكيت، هقول له كوبي اوبجكت، كوبي يعني اعمل له منه ايه نسخة. بعد كده انا هفضل بقى من الكيبورد اعمل كنترول دي اهي، بقى عندي دي كوباية وعندي كمان كوباية، يبقى كنترول دي كمان مرة بقى في كمان كوباية اهي. انت ممكن تختار اوبجكت وتقعد تكرره جوه الصوره عشان تعدل حاجه معينه كويس كده. طيب في ايه كمان في عناصر الصوره ممكن نستخدمه؟ في كمان اللي انا ممكن set image as background تمام، وعشان نعمل ده خلاص كده نمسح بقى كل اللي احنا عملناه ده عشان نعرف يعني ايه set image as background. بص دي كده الصوره اللي عندي صح كده، نشوف تمام سوري.
انا دي الصوره كويس. لو انا ضغطت على سيت اس باك جراوند مره واحده، هو لوحده بياخد الصوره ويكبرها لي في الباك جراوند على طول، مش محتاج بقى انا اقعد ايه اقعد بقى اكمر واصغر لا هو بيظبطها على طول. طيب روتيت بقى بتعمل ايه في الصوره؟ الروتيت دي بتخليها تلف، يا اما ليفت لفت كده، كل طبعا ما هتتك مره هتقعد تلفها، يبقى هي كل مره بتلف 90 درجه. وفي كمان الاوباستي، الاوباستي معناه ان انا بتحكم في شفافيه الصوره واعتمها. طيب ودي بتعمل ايه؟ بتعمل ريسايز. يعني ايه ريسايز؟ يعني ممكن تختار الحجم، فالحجم هنا خلي بالك هو هنا بقى مش هتحكم فيه. بص كده معايا اهي الصوره، لما بضغط على سيت اس باك جراوند بقت هي الباك جراوند، بقت هي الباك جراوند نفسها. لو ضغطت كمان مره على نفس الطول هلاقي بقى اسمها ديتاتش. ديتاتش يعني باك جراوند، معناها افصل الصوره عن الباك جراوند، فهعملها كده اهي الصوره بتاعتي تتحرك معايا. لكن لو انا عاملاها سيت اس باك جراوند خلاص بقى هتحرك اوديها فين؟ دي هي الباك جراوند اللي انا بشتغل عليها. بص مهما بتحرك هي ما بتتحركش، عايز ارجع اتحكم فيها فهعمل ديتاتش الباك جراوند. تمام. طيب لما انا بضغط هنا، خليني كده اعمل الخلفيه دي المره دي بقى ان شاء الله تقبل لون، مش عايز هي النهارده ملهاش نفس. طيب مفيش مشكله يا ستي. طيب بصي بقى كده، انا كده بالنسبه للايمج خلاص، في كمان البوزيشن، واحنا خدنا قبل كده البوزيشن. يعني انا مثلا لو عندي صورتين اهي، صورتين هما البوزيشن، ممكن اوديها ورا او ارجعها قدام، ارتبهم على بعض. احنا كده خلصنا التولز بتاعت الايمج كويس. طيب انا دلوقتي دي ايمج اهي، ودي باك جراوند. الباك جراوند دي لما باجي اقف عليها، في اول اوبشن انا بحدد اللون، ممكن اغير لونها. ايه الاوبشن التاني؟ اللي انا اعمل لها ريسايز. ليه ريسايز؟ في ساعات كتير قوي ان انت لما بتيجي تعمل بوست على الفيسبوك وتيجي تحط صوره، لما حد بيجي يتفرج على الصوره دي من الموبايل يلاقي الصوره الحروف بتاعتها متكتله، لازم يفتح البوست ويفتح الصوره عشان يشوف الصوره كامله، صح كده؟ فهنا مايكروسوفت ديزاينر عمل حاجه ذكيه قوي، قال لك انا هشوف ايه اكتر احجام الصور اللي الناس بتحتاجها وهوفرها، بحيث ان هو لما تيجي تعمل الديزاين يبقى مناسب قوي للبلاتفورم اللي انت بتعرض عليه. يعني انت لو على انستجرام بتبقى ليها ابعاد، لو انت على الفيسبوك ليها ابعاد، وبعدين لو انت بتعمل صوره غير لما بتعمل ستوري، صح كده؟ نفس الكلام هنا. فانا لما بضغط على ريسايز بتظهر لي الابعاد اللي انتوا شايفينها دي. فبتلاقي عندك مثلا اول في اختيار اسمه ايه؟ انستغرام سكوير بوست. يعني انت لو عايز تعمل صوره على الانستغرام تكون مربعه، ولا انت عايز تعملها ستوري او ريل، دي برضو ليها حجم تاني. فانت لو انا مثلا هعمل دي على الفيسبوك وضغطت مره واحده وقلت له كونتينيو، فهو بيقول لي انا هعمل ريسايز للتمبلت. هو بيعمل له برضه بالاي اي، هو هيعمل له ريسايز، هيظبط بقى الصوره، اسفه الباك جراوند دي كل اللي عليها عشان تبقى مناسبه للايه؟ للبلاتفورم اللي انت بتشجع عليه. بيقول لك بص النيو سايز هيبقى كده، وده الكرنت سايز، شوف انت عايز تعمل ايه. فانا هقول له اعمل ريسايز اند ريبليس، يعني مسح لي القديم وخليه لي الجديد اهي. وبترجع برضو تاني على فكره بقف عادي عليها، وممكن اعمل لها دي سيت اس باك جراوند وتبقى هي دي الصوره اللي انا هقدر احطها على الفيسبوك. تمام كده. طيب احنا كده تمام خلصنا الايمج وخدنا التعديلات بتاعتها، واحنا ابتدينا من الايمج من اول الجنريت، وخدنا الجنريت بالبرومت او انا بالديسكريبشن، او ان انا استخدم برومت اوريدي موجود، وخدت ازاي اعمل الايمج داونلود على طول او اعمل لها ايديت. والايديت خدنا فيه ازاي احط لها صوره، وازاي اسفه ازاي احط عليها تكست وشيب وكده. فبصوا انا هبدا هنا اشتغل على دي، هفترض ان دي صوره انا عايزه ارفعها عندي على الفيسبوك، وعايزه اعمل هابي بيرث داي مثلا تكست عليها، عشان هنبدا نتكلم على حاجه مهمه جدا. هابي بيرث داي، الحاجة المهمة دي عبارة عن إيه؟ عبارة أنا إزاي
الحاجة المهمة اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة هي ازاي اعدل في حاجة اسمها التمبلت، وهنعرف يعني ايه تمبلت. فانا هبدأ عشان استخدم تمبلت. التمبلت ده يا ولاد بنستخدمه دايما مع الديزاين، تمام؟ انا دلوقتي فرض يا ميس انت طلبتي اللي احنا نعمل تصميم عن حرب اكتوبر. طب يا ميس، طب ده اسم الكلام يعني؟ يعني ينفع يعني هنبقى عايزين نعمل ديزاين والطول الجبارة دي سايبانا كده نعمل جنريتور ايمج بس ما فيش كده اي حاجه كده تساعدنا ان احنا نعمل تمبلت ديزاين شكله محترف كده وابن حلاله حلو؟ اه طبعا، لا ينفع دي طبعا حاجات زي كده تساعدك. تمام، انا عايزه انزل شيل مثلا. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بعمل ديزاين عشان هبدا اطبق عليه ادوات، تمام؟ عشان ما حدش يقول لي احنا بنعمل ايه دلوقتي. انا دلوقتي انا مروه قاعده بعمل ديزاين. بعمل ديزاين ليه؟ عشان عايزه ابدا اطبق عليه ادوات معينه. فانا بجهز الاول الديزاين وبعدين هبدا اطبق عليه طول الايه الجديد، تمام كده؟ بفرض ان انا دلوقتي انا عملت ديزاين اللطيف ده وقلت حد يا ولاد مش عارف انا بعمل ايه. انا بعمل ديزاين اهو، هبدا بعدين نبدا بقى ايه اشتغل عليها. تمام، زي ما انتم شايفين كده الصوره دي انا جبتها وحطيت عليها نيكست، وبعدين حطيت عليها شيب، حطيت 3 شيب، واحد مستطيل واثنين هارت. تمام كده، تعالوا بقى هنعمل ايه. انا دلوقتي اهو التصميم اللي انا عملته كويس، فانا يعني مش عاجبني قوي، مفيش حاجه بقى بروفيشنال اكتر يعني. هنتكلم على الاي اي يعني وجبروت، مفيش حاجه بقى بروفيشنال شويه. لو انا جيت بعيني هنا بصيت هلاقي في حاجه اسمها تمبلت. يعني ايه تمبلت؟ يعني قوالب، وفي القوالب دي بلاقي فيها اشكال. انا مش هقول لكم لو ضغطت على واحد ايه اللي هيحصل. تعالوا كده، ده كده فرض ده شكله العام عجبني، التمبلت ده عجبني. لو ضغطت عليه تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ ضغطت عليه كده مره، حد ما حس حاجه كاتب لي هنا ايه هابي بيرث داي. فهو استخدم شويه عنصر من اللي كان موجود قبل كده وبدا يطبقه هنا، صح؟ استخدم عنصر من اللي كان موجود قبل كده وبدا يطبقه هنا. طب بفرض ان انا حاجه هنا اعمله دي واقول له باكورد 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 اهو. فرض ده التصميم اهو، انا عامل التصميم ده كويس، ورحت تاني على التمبلت وقلت له ده شكله عجبني ده، ضغطت عليه مره، بصوا التمبلت اصلا ده شكله، ده شكله الاساسي، وضغطت عليه مره عشان يتطبق. مش عايز اهو، ضغطت على التمبلت تاني مره، ايه اللي حصل؟ نقل لي كلمه هابي بيرث داي والصوره زي ما هي، بس خد التمبلت بتاع الايه اللي موجود قبل كده. طب انا لو ضغطت هنا على التمبلت ده نفس الكلام، بياخد التمبلت بس يطبق على العناصر دي. فانا ممكن بقى اجي ايه اقول بقى نرفع بقى دي كده شويه ونخلي دي مثلا مع دي، اسفه دي مع دي، نرفعهم هما كمان لفوق. اللون ده مثلا لا مش مناسب قوي، انا ممكن اغير اللون. ماشي ده، لا ده انا لقيت التمبلت ده شكله احسن، ضغطت عليه فهيبدأ
يطبق التمبلت مع العناصر اللي انا عاملاها. يبقى ايه فايده التمبلت دي؟ فايده التمبلت ان انت لما بتختار اي عنصر منهم بيبدا يتطبق على الديزاين اللي انت عامله ومن غير ما انت تتعب نفسك، فطبعا ده بيسهل عليك الوقت. طب ليه انا ما استخدمش التمبلت على طول؟ عادي، انت ممكن تستخدم التمبلت الاول بعد كده تعدل فيه براحتك. لو انت عايز تستخدم التمبلت يعني تفتح ديزاين فاضي اللي هي هنا لما بيقول لي ستارت فروم سكراتش، اهي ديزاين فروم سكراتش، لو انا ضغطت عليه لو خدت ايتم معين ممكن هو الصفحه وهي بيضه كده، نقفل ده، الصفحه اهي بيضه او لوجن ستيبل فيرجن، انا كده بعمله ديزاين فروم سكراتش اهو، دي صفحه بيضه خالص هي ما فيهاش اي حاجه. بصوا يا اولاد، عشان برضو ديزاين فروم سكراتش دي بيديك صفحات بيضه وانت تبدا تحط فيها الديزاين بتاعك. وبلاقيه هو مقسمه، يعني مثلا انت عايز تعمل وورد هيدر يعني الحته اللي فوق، ولا انت عايز تعمل تيمز هيدر، ولا عايز تعمل فلاير، انا بختار الحاجه اللي انا عايز اعملها. ولا انت عايز تعمل سوشيال ميديا، عايز تعمل انستجرام بوست، بصوا الفرد اللي انا عايز اعمل انستجرام بوست، فبضغط عليه اهو ظهر لي صفحه بيضه، وانا واقفه اهو على الصفحه البيضاء ما عملتش اي حاجه خالص، ما عملتش اي حاجه خالص. هضغط على تمبلت فهتظهر لي تمبلت، هضغط عليها فالتمبلت نفسه هيبدا ايه يتحط هنا. انا بقى ابدا ايه اعدل فيه، يعني مثلا لا الصوره دي انا عايزه اعمل لها ريبليس، فانا هقف عليها واعمل لها ريبليس، لا دي الشيب انا عايزه امسحه، اديني هو مسحته. فانت ممكن بقى تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام كده؟ يبقى ايه اهميه التمبلت؟ التمبلت لو انت عامل ديزاين واخترت بعدين التمبلت، فالتمبلت ده بيتعمل ايه؟ بيبدا تاثيراته تبان على التصميم اللي انت عامله. اما لو عملته فروم سكراتش، لو انت عامل ديزاين فروم سكراتش واخترت التمبلت، فالتمبلت نفسه هينزل زي ما هو. تمام كده؟ طيب في ايه تاني تمبلت؟ أنا بدور على حاجة معينة، كان في حد سألني على حاجة. أنا بدور معاكم على حاجة، كان فيه في مرة حد سألني سؤال وكنت عايزة أرد عليه. اه بصوا التمبلت ده كده، في حد سألني قال لي لو أنا عايز أعمل صورة أخليها مدورة دايرة في شكل دايرة، يتم إزاي؟ أول حاجة هتروح تجيب تمبلت يكون فيه إيه؟ شكل الدايرة دي، شكل دوائر، وهتقف على الصورة وتعمل كلمة إيه؟ ريبليس. وهتروح بقى للماي ميديا اللي هي الصور اللي انت حضرتك محملها، عشان هحط انا صورتي اقصها على شكل دايره، هو مش عايز يقصها كده وكده، فمثلا اهي صورتي هضغط عليها مره اهي ظهرت جوه الدايره. طب لا يا ميس مش مظبوط، احنا عايزين نجيبها يمين شويه، هتقف فيها تضغط مرتين وتبدا تحرك الصوره يمين شمال، تصغر تكبر زي ما انت عايز، يعني اهو كده تكبر الصوره وكده تصغر الصوره اهي. طيب اهي الصوره انا عملتها، مش عايز بقى الباقيين، عايز يحذف كل الباقي ده ويبدا يستخدم الصوره دي، او خد الصوره دي كوبي وروح للديزاين التاني الجديد ويبدا يعمل لها ايه بيست زي ما هي كده. فايه اللي هيحصل؟ هيقوم عاملها لك بيست اهي، هقف هنا مثلا واعمل بيست، انا دايما بهرب من الله كده بالظبط اهو، بعمل بيست للصورة زي الفل عادي جدا. ابدا بقى استخدمها حضرتك بقى في الديزاين زي ما انت عايز، تكبر تصغر تعمل اللي انت عايزه بقى، بقت داخله معاك في الديزاين. تمام كده؟
يبقى انت ممكن التمبلت دي توفر لك شوية حاجات ممكن انت في الحقيقة ما تعرفش تعملها بال انت لوحدك بطول لوحدها. يعني ما فيش طول تقص الصورة، ما فيش ابدا طول هتقص لك الصورة دايرة، بس انت بتعمل ايه؟ تظبطها. هتلاقي مثلا هنا اللي هي موضوع الموبايل ده، هو صورة الموبايل التمبلت ده انت بتحطه، وبعد كده بتحط عليه الصورة اللي انت عايزها اهو. مش دي الصورة اللي انا عايزها، هتعمل لها ريبليس وتروح تختار الصورة اللي انت عايزها. فانت كل مرة ممكن عن طريق التمبلت اي تأثير او اي طول عجباك او اي طريقة او اي حاجة، او اي حتى ساعات لو الصورة دي عليها فلتر معين، فلتر وانت عايز تستخدم الفلتر ده، فانت تنزل اهو مثلا التمبلت ده في راح فين اهو، ده اهو ده عاجبني، هضغط عليه مرة هينزل هنا، اقوم رايحة على الصورة واقوم اقول لها ايه ريبليس، فتقول لي ماشي افتح الصورة بقى بتاعتي، هنقول من ماي جاليري، من ماي ميديا اسفة، وهنزل اجيب الصورة اللي انا عاملاها ابلود. ممكن طبعا افتح تاني الكمبيوتر وانزل من اول وجديد، ده عادي جدا. وليكن دي مثلا هي دي، واعمل لها ريبليس، عايزه اعمل لها ريبليس اهي مش مظبوطه، هضغط عليها مرتين هيديني امكانيه ان انا اتحرك بالصوره. بعد ما اخلص اقول له ايه دن ظبطتها. يبقى انا من التمبلت دي بيديني امكانيات قوية جدا عشان أقدر لو في حاجة أنا مش عارف أعملها إزاي بالطول اللي موجودة ممكن أعملها من التمبلت. تمام كده؟ إحنا كده خلصنا الإيمج، وباي ذا واي كده وعلى الطريق وإحنا ماشيين خلصنا إيه كمان؟ اللي هو ديزاين ويز إي آي فروم سكراتش، اللي هو ديزاين فروم سكراتش، صح كده؟ ده اللي إحنا خدناه النهاردة. طيب آخر حاجة هناخدها النهاردة، لما باجي بفتح الديزاين بلاقي عندي حاجة اسمها براند كيت، براند كيت اللي هي تحت دي. البراند سكريبت دي لما باجي بضغط عليها، دي كانت تول كانت متوفره قبل كده اللي انت تقدر تعمل جنريت لبراند. يعني ايه؟ بضغط على الثلاث نقط وهقول له ايديت براند. الايديت براند دي كنت بقدر اسيب لوجو بافكت معينه بتكست وكده، وبقدر بعد كده لما اجي اطبقه اضغط عليه فيبدا يتطبق هنا تاثيراته والالوان بتاعته وطريقه الكتابه واللوجو كمان هينزل اوتوماتيك. دي البراند دي. يبقى احنا كده خلصنا في مايكروسوفت ديزاينر ايه هي، خدنا ازاي جنريت ايمج سواء بالديسكريبشن او البرومت، وخدت ازاي اعمل لها داونلود على طول سواء على الجهاز او الموبايل، وخدت كمان ازاي اعمل لها ايديت وادخل بيها جوه ديزاين وابدا بقى اضيف تكست واضيف واغير كالر اغير الباك جراوند، ازاي استخدم معاها التمبلت، وازاي استخدم ماي ميديا. وخدنا النهارده الايمج تولز كلها، وخدنا حاجه اسمها البراند كيت. البراند كيت دي كانت موجوده في الفيرجن القديم، كنت انت بتقول له اسم المحل مثلا وليكن انا هفتح محل لعب اطفال، كويس، فانا هسمي المحل ده مثلا صوفيا، فاسم المحل ايه؟ صوفيا. فانا بقول له اسم البراند صوفيا، فبيقول لي هو البراند ده بيبيع ايه؟ فبقول له ان ده عباره عن محل بيبيع لعب اطفال، وعايزه اللوجو يكون مثلا فن وممتع وجذاب للاطفال. فهو لوحده يقعد ايه يجنريت لوجو ويحدد لي الالوان وبيحدد لي طريقه الكتابه، وبعد ما بخلص بيظهر هنا انا بقدر عن طريق الاربع امثله دي اختار ايه، اختار ايه الشكل اللي عجبني في اللوجو بسيبه، بحيث زي ما انا حصل هنا اول ما بضغط على البراند دي واقول لها تطبقي هنا، فهو بيغير لي على طول الالوان على حسب البراند دي ويحط لي اللوجو كمان عشان تبقى كل البوست اللي انا بعملها او اي ديزاين اللي انا بعمله بنفس طريقه الكتابه بنفس الالوان. تمام؟ احنا كده يبقى احنا خلصنا كرييت ايمج، كويس خلصناه كده بالكامل. لو احنا دخلنا على الايكونز نفس الفكرة، الايكون برضو هلاقيها مقسومة نصين، بس الفرق بين الايمج والايكون، الايكون دي بتبقى رسمة بسيطة ممكن استخدمها كده على برزنتيشن او جوه ملف وورد استخدمها، كويس كده، وهلاقيها برضو مقسومة نصين، فوق في ديسكريبشن بكتب الحاجة اللي انا عايزاها، او ممكن استخدم موجودة تحت دي. تمام كده؟ فنفس الطريقة اللي انا بعملها، لو انا كتبت هنا انا عايز مثلا ايه،
عايز مثلا colorful bird holding letter، مثلا عايزة عصفور ملون وشايل جواب في بقه مثلا، أو شايله، أنا عاملة holding يعني هو شايل جواب. ده في الأيكون. تعالى نشوف ايه اللي هيطلع محمد. بص، الكتر الكومنت اللي انت بتعملها مش هيفيدك في حاجة. انا كده كده من وقت التاني ببص الكومنت. احنا متعودين ان احنا ما بنيجي نستخدم مايكروسوفت ديزاينر بنعمل اكاونت على الاوتلوك او على الهوت ميل، كويس؟ لو دلوقتي انت الحاجات دي مش شايفها عشان انت منزل الابليكيشن، صح كده؟ فانت تعمل ايه بقى؟ تفتح من كمبيوتر او الحل وتختار منها ديسكتوب، هتظهر كويس. فانا هو عندك اهو الايكون اهي، لو انا عملت لها داونلود كده هقف عليها اهي الايكون، اعمل لها داونلود برضو، لا اما ابعتها للتليفون، لا اما اعمل لها كوبي، لا اما اعمل لها داونلود زي ما خدنا في الايمج، لا اما بقول له ايديت عشان يفتحها لي بقى في ايه، في ديزاين، وابدا استخدم. هعيد لك تاني يا محمد، حاضر، هفتح تاني بيها جوه ديزاين وابدا اعدل فيها. يبقى دي الجنريت بتاعت الايكون زي الجنريت بتاعت الايمج بالظبط. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الايمج دي بتبقى مع صوره، اما الايكون فدي رسومات بسيطه ممكن استخدمها. ماشي، اهي حاليا الايكون اهي موجوده، تمام، برضو بقدر اعدل فيها. تمام كده الصوت تمام صح. فانت هنا عندك الايكون ممكن برضو تشتغل فيها. انا هفتح دايما، افتح في الستيبل مود، ما فيش مشكله. لو عايز تجرب الاكسبيرينس الجديده ما فيش مشكله، جربها. بس انا بعمل هنا دلوقتي عشان مش كل شويه تحس ان في تهنيجه والدنيا بطيئه. تمام، اهي الايكون اهي، بقدر بقى اهو اصغرها اكبرها، نفس بصوا نفس الكلام، اقدر اعمل لها ريبليس، اعمل اللي هي طبعا هي ما فيهاش الباك جراوند، ممكن بقى احط صوره ثانيه فيجوالز. هروح مثلا على الفيجوال وانزل مثلا صوره واحط الايكون دي عليها كده عادي. انا بعمل ايكون اي حاجه، فالايكون دي ابدا استخدمها. نفس بقى الطول اللي احنا قلناها، نضيف تكست عادي ونضيف شيل عادي ونعمل اللي احنا عايزينه. فالايكون شكل بسيط. الوول بيبر، الوول بيبر هتلاقي نفس الكلام. بعمل ايه في الوول بيبر؟ في الوول بيبر بيبقى عندك فوق الديسكريبشن وعندك تحت برضه برومت، بس اهم حاجه هنا السايز. اهم حاجه هنا السايز، لازم تبقى محدد انت عايز سايز قد ايه، عايزه بالطول ولا لاندسكيب ولا سكوير ولا بورتريت يعني طويل. طبعا لو انت عايز الوول بيبر دي عشان الموبايل يبقى بورتريت، لو انت عايزها لللابتوب او كمبيوتر تبقى وايد، تمام. ويبقى هنا برضو عندك برومت ممكن تقدر ايه تستخدمها، تمام. طبعا الموضوع كده بقى اسهل وبقى واضح قد ايه. فاكرين لما قلت لكم احنا خلصنا 70% من الكورس في المحاضرة الثانية، عشان الباقيين هيكونوا مكررين. لكن شوية أنا بقى كده شرحنا الإيمج وكده الأيكون وكده الوول بيبر. بكرة بكرة إن شاء الله هستناكم الساعة 10 عشان نشرح الانفيتيشن، وهي فيها شوية اختلافات كده، تركات بسيطة. النهاردة التاسك بتاعتنا إيه بقى المطلوب مننا؟ مطلوب نعمل أيكون. أيكون بتعبر عن إيه؟ قولوا كده أفكاركم، نعمل أيكون بتعبر عن إيه؟ عن الكورس الأونلاين؟ عن المذاكرة؟ هنبتدي نعمله عن المذاكرة. خلاص، عايزة ايكون بتعبر عن المذاكرة. فكروا بقى ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتعبر عن المذاكرة. ماشي، طيب قبل ما نطلع خلينا نجاوب على محمد. اوكي يا محمد، بص يا محمد، احنا اتفقنا ان انا لما اعمل اكونت اعمله على الاوتلوك او الهوت ميل، تمام كده. طيب تعالى كده بقى، انا هعمل شير دلوقتي من على الموبايل. ماشي،
بسم الله. الشيخ ستار. أنا دلوقتي هفتح الجوجل كروم وهبدأ أكتب فيه هنا إيه؟ أدي مايكروسوفت ديزاينر، وأدي أنا دخلت على مايكروسوفت ديزاينر، تمام كده؟ عشان تظهر لك الصورة بنفس الشكل اللي أنا بشرح بيه، فشايف الثلاث نقط دول هضغط عليهم وهنزل تحت ألاقي في حاجة اسمها ديسك توب سايت. يعني إيه ديسك توب سايت؟ ديسك توب سايت دي بتخلي الأبلكيشن الشاشة تتعرض أكنك قاعد على الكمبيوتر، تمام كده؟ هتلاقي بقى أهو أهو زي ما أنت شايف، أهو اهو زي ما انت شايف اهي كل حاجه، وزي ما انا بشرح دي الايمج ودي الايكون ودي الوول بيبر، ولو ضغطت على الايمج هيدخلني على حاجه اعمل فيها ايديت وهكذا، تمام. بس طبعا انا على الموبايل انا مش عامله ساين ان، فهيقول لي ايه اعملي ساين ان الاول، كويس. الابليكيشن هتلاقيه مختلف شويه، بس هي دي الفكره. وصلت ام لم تصل؟ ماشي. طيب ناخد سؤال من محمد. ماشي يا محمد، ثواني حاضر هفتح لك المايك. ميس، ماشي اتفضل يا محمد. هو انا مش انا اصلا شغال على اللاب. هو انا يعني الايكونز اللي انا بغير فيها الصورة مش عندي، يعني في حاجات كتير مش عندي. يعني ايه الايكونز اللي بتغير فيها مش عندك؟ يعني مثلا لو اعمل كوبي لصورة واحطها في حتة تانية، اللي هو الغي حاجة، اجيب صورة طب انت من بتعمل الكود ازاي؟ مش عارفة اعمل كوبي. يعني قصدي اللي هو مثلا لو في حتة من الصورة انا عايزة اعملها كوبي، مش عارف، مش راضية. طيب يعني في بص حاجة معلش، انت مش عندي. بتتكلم عليه ده بتبقى تهميجة، بتتكلم عليه ده ممكن يكون تهميجة عادية، فممكن نقفل ونجرب كمان شوية، مفيش أي مشكلة. أهم حاجة تأكد بس إن أنت مش فاتح الفيرجن الإكسبيرينس الجديدة، امشي على الستيبل مود أفضل. يعني ايه الاستمرارية؟ مش تمام؟ فاهم، مش فاهم. ماشي يا محمد، شكرا ليك يا محمد، وإن شاء الله يا أولاد ما تلاقوش الدنيا هتتظبط معاك، وأنا عادي وأنا شغالة معاك، وساعات حاجة بتقف وبعديها بدقيقتين بلاقيها اشتغلت عادي جدا. تمام، شكرا ليكم، كنت مبسوطه معاكم جدا جدا النهارده. ما تنسوش تاسك النهارده اللي احنا نعمل ايكون بتعبر عن الدراسه او المدرسه، المذاكره، شوفوا اي حاجه ليها علاقه بالدراسه. هستناكم بكره الساعه كام يا حلوين؟ الساعه 10 في المحاضره الرابعه، هنكون خلصنا طول كتيره قوي، واهم طول بكره الانفيتيشن، وهنعرف ناخد شويه كده تكات صغيره في الديزاين. شكرا ليكم، واقابلكم بكره على خير، وكنت سعيده جدا 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 معاكم النهارده، وهستناكم على الواتساب اللي ليه اي سؤال. شكرا.